لايوم باكو دعي تدك إلهي خلاف الرسولك خلافة أي هذا البحني ماذا يدي هرمرك وحكوشرا إن أنا أنا قد دار دار أنا وحيد أنا أحيا تدك إن آخر إلا وان ويدين ت إلا وان ويأدون كتر تمان وأنا كي أصحاب تلها اللي يلها أنا قف فقري دين كعب سن ما يوم مد الإسلام كهاداتين لكن الدنيا ذا سما اللي كعب سنايا أقوها لاجا كثرة التعامل بالربا وانتشار الزنا باش الربا ذا الله يلا يسنا ذا ما أنت واتاسو فائدة البنوك بلا يقانا ربا ذا وحنا إذا هذا سنا ذنا وحلا يقانا حرية وحرية وقف قاضنا يو مرجع أقول كأن دول مرنا أسباب هلاك الأمم في ضوء القرآن والسنة قرآن كريم يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحكوس وقال سبب بضنا وحي وشاء جاي أم ضها إن لجوها لعجو الله جب بابيو وإلى هاي ودي صدول دجا وحكم إذا الكفاء الكفر بالله سبحانه إن إلهك جالوبان وأنا وحي إن أركي ناء أم ضها لجوها لعجو لما أنت قالني بس كود الرعسين كثرة الفساد في الأرض تلي يدد بين خربانه دين الآن يكون خرابيات وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ونبابينا كل ديدتكو إذا هذان حرية بانو لأن هيا إلهي بانو كحروني ووحي دوانانا السمايان هلاقون كايك وحيا باه لقو هلاقو حكم دوست الدحاد الكفر بنعم الله إلهي نعموين كيس إن شكر بلقو آيو وكفرك كبرنا وراعه سيدي قولا دي رهير سبا يسيدا أنه أرك إنه كوى النعموين كي حضارات دي لها وسيين كو كبرين وحكم إذا ظهور النقص والتطفيف في الكيل سيدا قوم شعيب لها وكوها لاغي ميسانك إيا كفادة هذا خلق لك النقاله طمع إن ماذا حق النقاله وضعك وحا لغا يبين إيو لغا شحادة أما تردي سيئة تيدي سلحمي إيو قشك وحا لغا وحكم إذا سيدو النبي قلنا الشيء عليه الصلاة والسلام أرنت الشناد وهي التنافس والمغالبة في الدنيا تدكونا آخر إلا وان ويدين تا إلا وان ويأدون كتر تمان وأنا كي أصحاب تلها اللي يلها أنوك فقري دين كعب سن ما يوم مد إسلام كهدات دين لكن الدنيا ذا سوما لدي كعب سن أيا إنا كتر تنتانو حلالي حاران كلايقي ويدانو كدبنا لإذن كهلا كهلاك سنتان سيدي أمضيه هوري أي كهلاك سمين الشح وجمع المال من غير المباح حولها إن مال حرانا لقص وكسب واتقوا الشح فإنما أهلك من كان قبلك أمضيه ذن كهر ريبا بخيل لماذا واجب كلاقوا بخيلا أي هلاك تبون نبي صلى الله عليه وسلم وحلقوا هلاك كثرة التعامل بالربا وانتشار الزنا باش الربا ذا الليلة هي السنة ده أنت واتاسو فائدة البنوك بلا يقانا ربا ذا وحن الله إذا هذا سنة ذنا وحن الله يقانا حرية وحرية وقفك قاضنا أيه لبدا سو عالم كآد وقب بدن مسلم كنا يسنك كجل جليا البحن ما يهر مرنا وقش يقان وأسباب تأم ذا هل جوه لاجو وتقصيرهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دتكو هدي أي كجابي يعني وناقة إسفران حمان تنا السديدان عرض الله ويكون عرضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحين نوشي حديث البخاري أصحاب الصفينة قلت دوني وذا سارا تدكوا دوني وذا سارين تلك دوني وذا سارا وإنت مسكوا مقالابا دوني وذا سارا وحافظت أسكوا أدون كابا دوني وذا سارا أنا كأديد تدك حنا دوني ذا دبياش إيو ورمها الله لعية دلولينية لولن واي وركد داية بياسو قلية بهاشن حتى دلوليستاني والله لا محايقة قلعي دنك الدونها وريدو إلهي ساكلا حساب تمايا محايقة خسايا دي تالا إلى هذا هلاقون كاي وحكم إذا تركوا الجهاد إنا يددكو دي إلهي درادي وجهادي وآيان ونفيا مع القوري وآيان ووحي إلهي وسيين أي كوب خيلان تانا نبيقى حسي عليه الصلاة والسلام حديث كاها إذا تبايعتوا بالعين مركب عمشتالي قال الله إسكا استعماشان بيرهين إسكا قضتان جهاد كتكتان إلى هاي وحيد نكون صلي ذي يدولي يعدم لكذا إذن كقراعة وحكم إذا مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم نبي قارن كيس الله خلافه إلهي ما وحيد فليحذر الذين يخالفون عن أمري
أن تصيبهم فتنة إلى آخر الآية. بلا ينبأ كل دعي تدك إلهي خلاف الرسول كخلافة أي لا ذي البحن ماذا يدي هرمرك وحكوش لا إن أنا نقول دور دورنا وحيد النواح وحكوا بيتبنا ذو أسباب هلاك الأمم كم إذا الغلو في الدين ضدك إني دين تكحد كتبانو أي هذا دين تابانو راعينا لكن دين عكلاء يقبوا وذان ولكن النبي يقولها عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلك. الغلو في الدين حديث كنا ساية صحيحة سكيل علي إن الدين تكو قلت لها حتى كتانا ما كحد كتبتان وحان دينها إن الدين كدقتين تشبك قاضه أتلا هذا أنا وأد بنود ذلك يا يقول حاجة أتكلم يا رئيس حاجة كلا دين توجب بوده ومركب بدعية خرافات يا وحنا دينها هنا دين كرجت كل هذه الرماها سمرك حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي قرآن كائن هاينه وحاي كم ذي هن أسباب لجوها لاجأ أمضها